ينضم إلي مشاهدي الكرام أحمد يوسف الكاتب الصحفي من باريس. سيد أحمد أهلا بك، يعني كيف تلقى الشارع الفرنسي والأوساط السياسية الفرنسية الاحتجاجات ضد زيارة تميم؟ حقيقة الشارع الفرنسي يعني ما زال حتى الآن يعني يرقب ما يحدث في الخليج ويقوم برد فعل الفرنسي، والدبلوماسية الفرنسية تحاول جاهدة الإمساك بالعصا من الوسط، ولكن يبدو أن هذا أصبح من الصعوبة بمكان، خاصة بعد الإعلان عن زيارة الأمير تميم إلى باريس، وهو الإعلان الذي أدى إلى قيام هذه التظاهرة الكبيرة أمام السفارة القطرية من ناحية، وتنظيم الندوة التي كان لها صدى كبير في وسائل الإعلام عن التأثير السيء للتمويل القطري للجماعات الإرهابية في العالم. يعني الزيارة ماضية، لكن هناك رأي عام معاكس، أنت ترى ذلك، وإن كان رأيا سياسيا الشارع الفرنسي لم يسبب ضغطا حتى الآن. شوف، هناك رأي عام من المؤكد معادي لقطر، وكان هذا واضحا في الانتخابات الفرنسية، في الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية السابقة وخلال الانتخابات التشريعية، كان من الواضح أن هناك رأي عام معادي لفرنسا معادي لقطر في داخل فرنسا، لأنه يعني وضح حتى من قبل الأزمة الخليجية، كان من الواضح في الأشهر الماضية أن هناك تمويل ماء قطري تحت غطاء جمعيات خيرية وتحت غطاء استثماري حتى في فرنسا، وشراء عقارات تاريخية والدخول كمساهمين في كبريات الشركات الصناعية إلى آخره، كل هذا أثار قلقا شديدا لدى رأي العام الفرنسي. إذن كان من قبل الأزمة هناك رأي عام فرنسي، يعني أصبح لديه نوع من الحساسية الخاصة تجاه قطر، وبالتالي عندما ظهرت هذه الأزمة كان من الواضح أنه ليس نحن لسنا بحاجة إلى أن نستشف بشكل آخر مدى يعني رأي، أشكرك يا أستاذ، مدى توجه رأي العام الفرنسي. أشكر حضرتك على وجودك معنا أحمد يوسف الكاتب الصحفي من باريس.